عندنا كذلك من الذكرى التي تركها لنا نبي الله محمد عليه وعلى آل محمد صلوات الله أن نقول لكم عباد الله: بركة الذكر وخيره ونوره أن تذكروه كما علمكم نبي الله، كما ورثنا عن نبي الله، فإذا ذكره الناس سلسلة شيخ عن شيخ كما نسمع ونعلم أن المشيخات والطرق يجيزون المريدين لذكر الله، فيأتي المريد يستجيز شيخه ليذكر الله: أجزني بذكر الله 100 بكرة وعشية، فيقول: أجزتك بذكر الله 700 مرة. فهمنا يا أخواننا؟ هذا الشر المستطير، هذا الذي يذهب ببركة الذكر وبنور الذكر. اذكروه كما ذكره أصحاب نبي الله علما عن نبي الله عليه صلوات الله، دون إذن ولا إجازة، أمرهم ففعلوا، ذكرهم فذكروا. فإذا بلغكم فذكرتم فاذكروا، ولا تحملوا عواتقكم هذا الحمل وهذا الوزر الذي يفسد عليكم دينكم ويذهب ببركة الذكر وبنوره. اذكروا الله، قال الله: اذكروا الله، قال لكم من طريق من؟ بإجازة من؟ عمن؟ أي شر هذا؟ فأقول لكم هذا لأنني أحدث إخوتي المؤمنين كلما نصحت له بعظيم الذكر ترى في عين السامع سؤالا، فإن كان الذكر بهذا المقام العظيم وهو كذلك وأعظم، فأين بركته في الذين نسمع عنهم الذاكرين الله كثيرا؟ أنا أقصد أصحاب الطرق والخرق والعهود والإجازات، أين هذا النور فيهم؟ أين هو فيهم؟ ذهب هذا النور وذهبت تلك البركة إذ كانت إجازة وكانت خرقة. أهل الطرق بيعرفوا ما الخرقة، وكانت خرقة وكان شرط قطع صاحبه طريق العبد بينه وبين نبي الله محمد عليه صلوات الله، قطاع طرق شطار. ولكن هذا الخير كله كما نزل غضا طريا على هذا النبي الأمي على محمد وآل محمد صلوات الله، فمن تلقاه غضا طريا عنه بغير شرط وغير تكلف نفع، فمن قعد له في الطريق مشترطا عليه فالقاعد شيطان والمتقبل مغرور مخدوع.